احنا اليوم عندنا مشكله، عندنا مشكله انسداد سياسي خطير. الايام المقبله تنبئ بشر، تنبئ بمظاهرات، تنبئ بوجود ايدي لدول تحاول ان تسفك الدم العراقي بيد الدم العراقي بيد العراقيين بينهم. فيجب ان يكون الساس العراقيين على مستوى من المسؤوليه من الاطار ومن الثلاثي لكي يفوت الفرصه على الاعداء. يعني احنا اليوم وقاعد تسمع التصريحات من زعماء ومن ساسة عراقيين، وإحنا قاعد نحلل ونشوف الوضع بالعراق. يعني اليوم عطالة، بطالة، صعود بالأسعار، أزمة مالية، أزمة أمنية، انفلات أمني، هذا ما راح يخلي الناس تسكت. يعني راح يصير انفجار. وسبق المرجعية أن حذرت لما قالت التظاهرات بالمستقبل راح تكون أعنف وأشد. ليش؟ لأنه الشعب ما يسكت على ظلم، ما يسكت على عوز. وهو اليوم يعني صار لنا سنة إحنا أسعار النفط صعدت كذا،